السلام عليكم. حبيت اليوم اتكلم عن طريقة تشغيل يد البلايستيشن 3 على البي سي. طريقة جدا سهلة ولا تاخذ منك اي وقت. اول خطوة هي تحميل البرنامج من هذا الموقع، تعمل 32 بت و 64 سواء، تحمله من هذا المكان سايت 1، يطلع لك على طول التحميل. بعد تحميل البرنامج ثبته، طبعا تثبيت سهل جدا كله عن اكس تقريبا. بعد ننتهي من تثبيت البرنامج نفتح البرنامج. هذه هي واجهة البرنامج. طبعا الحين انا شابك اليد بفصلها، اللي عليك الحين انك تشبك اليد. طبعا اذا شبكتها ما راح يشتغل عندك اليد ابدا، اللي عليك انك تروح لدرايف مانجر، يطلع لك يا واحدة يا ثنتين حسب، احيانا تختلف. طبعا اللي عليك انك تضغط انستول اول، يكون في البداية عندك اكس هنا يعني انها مو مثبتة عندك الدرايف هذا. بعد ما تضغط انستول اول عشان تعرف انها تثبت او لا، يجيك هنا علامة صح على جنب. بعد ما تخلص ترجع للبروفايل، طبعا نشبك اليد قبل نكون شابكين اليد. شوف يظهر ان يد البلايستيشن 3 شابكة على الكمبيوتر، وهذه هي قاعد يعني انها تشحن. طبعا اللي عليك عشان تشغل يد تضغط على هنا بلايستيشن 3، تضغط على انيبل، تشتغل معرفة على انها يد بلايستيشن 3. طبعا عشان تتأكد هذا الهزاز هنا اختبر ان اليد تشتغل والهزاز انه يشتغل، تضغط هنا تلاحظ ان اليد تهتز. طبعا هنا تختار قوة الهزاز من ناحية اليمين او اليسار. في بعض الالعاب احيانا ما تشتغل على يد البلايستيشن 3، ما تقبل النظام حقه، احيانا يبيلك انك تختار على ان تعرف اليد البلايستيشن 3 على انها يد اكس بوكس، لان في بعض الالعاب زي الوار فريم او ليفت فور ديد، العاب العادي تكون من الاكس بوكس او الاشياء زي كذا، تشتغل من يد الاكس بوكس. فتضغط على الاكس بوكس 360 تحط انيبل على انك قاعد تلعب على يد الاكس بوكس. هذا هو طريقة تشغيل اليد. اتمنى ان يعجبكم الشرح، فمع الله.